بتشتري منين. طيب عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع. معايا دلوقتي الدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد العام للغرف التجاريه. يا دكتور مساء الخير يا فندم. مساء للسيدات والساده المشاهدين. السيدات هي قناه هي، ولكن ماشي مش مشكله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. يعني حضرتك في البرنامج بتاعي انا، يعني اول مداخله تليفونيه على الهواء مباشره. ده شرف ليا يا فندم. شرف ليا انا يا فندم. طيب اهلا. رمضان مهم جدا، موجود في كل المحافظات، الناس ممكن تكون ما عندهاش معلومات كافيه عنه، الناس بتشتكي من الغلاء اللي موجود، والحاجه بقى مبالغ جدا في اسعارها، وبنتكلم على سلع اساسيه، بنتكلم على البيض، بنتكلم على الرز، بنتكلم على اللحوم، بنتكلم على الفراخ، بنتكلم على سلع اساسيه ما فيش بيت في مصر يقدر يستغنى عنها. فتحب تقول ايه للناس؟ هم ثلاث حاجات. اولا ايوه، بدايه المشكله اللي احنا بنعاني منها، احنا مش جزيره منعزله عن العالم. دي أزمة اقتصادية عالمية تحولت لأزمة إقليمية أكبر مع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي تأثرنا بيها زي بقية دول العالم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لهذه الأسباب فخامة الرئيس وجه بكلمة واحدة، نزلوا الأسعار. الدكتور مصطفى دبولي رئيس الوزراء مع معالي وزير التموين، مع معالي وزير التجارة والصناعة، مع معالي وزير الزراعة، مع اتحاد الغرف، مع اتحاد الصناعات، شراكه تامه للحكومه والقطاع الخاص. ابتدينا احنا دايما اهلا رمضان بنعمله اسبوعين قبل رمضان. المره دي التكليف والتوجيه اللي جاء من فخامه الرئيس كان ابتدوه من اول يناير. ابتدينا تباعا نفتح منافذ في كافه المحافظات، ابتدينا بمحافظات باعينها عشان نشوف سلاسل الامداد، لان برضه يا فرحتي ان فتحت منفذ واتطورنا والسلع كويسه ورخيصه والدنيا زي الفل، وتاني يوم السلع خلصت. كان لازم ان انا احط اليه اضمن احلال هذه السلع، ان على قد السحب على قد ما يكون في سلع موجوده. أيوة. واجهتنا معوقات ومشاكل، الساده المحافظين ومعالي وزير التنميه المحليه مشكورين وقفوا في ظهرنا. الدوله وفرت الاراضي، وفرت الكهرباء، وفرت النظافه والحراسه، واحنا انشانا المنافس كغرف تجاريه كل محافظه، وابتدينا نتوسع داخل نفس المحافظه سواء بمنافذ او شوادر مختلفه. أنا هأكد على يمكن جملة حضرتك قلتيها، مش بس الأسعار، هي نفس السلعة اللي موجودة في الأسواق هي اللي موجودة في المنتج. نفس السلعة بالظبط. هي نفس الماركة، نفس كل حاجة. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ليه هي في السوبر ماركت أو في الأسواق أغلى، وقدرنا إن إحنا نوفرها في أهلا رمضان أرخص؟ حاجتين يا فندم. نمرة واحد، أنت النهاردة المصنع أو المستورد عشان يوصلها لك للرف هو ما بيوصلش مباشرة. هو بيدي لتاجر جملة، بقى عندي نقل، عندي تخزين، عندي أرباح تاجر الجملة، مصاريف تاجر الجملة، ثم تاجر الجملة بيكرر نفس القصة عشان يدي لتاجر نص جملة. أيوه. عشان هو اللي يوصل بعد كده لتاجر التجزئة اللي هو السوبر ماركت والبقال. إحنا قطعنا حلقات التواصل دي كلها، وبالتالي قدرنا نوصل ل 10 20% على حسب نوع السلعة تخفيض في التكلفة بتاعتها. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ودي بتوجه بالشكر لصناع وتجار مصر اللي بيوفروا لنا السلع، يا بأسعار الجملة يا بأرخص من أسعار الجملة. فدي آلية أخرى، فإحنا قدرنا نوصل لحوالي 30% خصومات. هي مش إن التاجر جشع أو إن التاجر عاوز يكسب زيادة، لأ. هي إحنا بنحاول نخلق آليات، لأن حضرتك المنفذ ده لو محل ليه إيجار، ليه تكاليف، ليه عمالة. الدولة والغرف التجارية متحملين هذه المصاريف. ده نمرة واحد. الحاجة الثانية يمكن دي التوجيه للأسرة المصرية. عندك حاجتين لازم تعملهم. الحاجة الأولى، أنت يمكن تكلفة الانتقال للمنفذ عشان تاخد الخصومات ده هي هتاكل الخصومات. النصيحة، الأسرة واحد يروح يشتري للأسرة. القرية واحد يروح يشتري للمجموعة اللي في القرية، وبالتالي اماكن المنافذ يعني ممكن تكون بعيد عنهم. قصد حضرتك تقول كده؟ احنا الالتزام بتاعنا كان 200 منفذ. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. فرق الاسعار اللي انا شايفاه، يعني دلوقتي ازازه الزيت لو انا بروح اجيبها من السوبر ماركت دلوقتي بقت تقف عليا ب 60 جنيه، لو انا هجيبها بالمنفذ ب 35 جنيه، وقيس على كده كل المنتجات، لا يبقى برضو يعني مش فرق السعر، مش هيبقى فرق سعر المواصلات بس. بنحاول نزود الوفر اللي بيحصل للاسره. أيوة. فبدل ما واحد يروح يشتري لنفسه، ممكن انا النهارده رب اسره وعندي ثلاث اولاد وبنات متجوزين، اشتري للمجموعه كلها، وبالتالي الوفر او الانتقال هيتقسم على الكل.
ايوه بس الفكره ممكن يقول لك هشيل ده كله ده لوحدي ازاي. طيب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ليه اهلا رمضان بما ان هو مشروع ناجح وقدر فعلا ان هو يوفر للناس كتير جدا، ليه ما يبقاش في مشروع شبهه او زيه بمسمى مختلف موجود طول السنه؟ حضرتك احنا يمكن اخر اجتماع مع دوله رئيس الوزراء وجه لمجلس المحافظين بتخصيص اراضي دائمه هيتعمل عليها منافذ. زي ما احنا مش بنعمل اهلا رمضان بس، أيوه. احنا دايما بنبقى واقفين في ظهر الاسره المصريه في اهلا رمضان، اهلا بالعيد، العوده للمدارس. كل موسم بنغير المجموعه السلعيه لحسب الاسره مضطره تشتري ايه. ايوه اللي هنعمله هيبقى المنفذ دائم طول السنه، وطول السنه موجود فيه سلع غذائيه، وبضيف اليها على حسب المواسم ملابس في العيد، حاجات مدرسيه وقت دخول المدارس وغيرها. بس عارف حضرتك فرق الاسعار غريب برضو، يعني دلوقتي كيلو الفراخ بره في السوق بكام؟ وكيلو الفراخ في اهلا رمضان بكام؟ فرق السعر كبير جدا، ليه فرق السعر ده موجود؟ الناس برضو يعني انا شخصيا انا كمستهلك مستغربه يعني. انا النهارده لو سوبر ماركت حتى لو افترض السلاسل الكبيره اللي ليها قدره شرائيه باسعار رخيصه وبيبيع باسعار رخيصه. ايوه. انا النهارده عندي المكان نفسه الايجار بتاعه او لو تمليكي يبقى تكلفه انشائه، عندي التكييفات، عندي العماله بتاعتي، كل الكلام ده النظير بتاعه في اهلا رمضان احنا اللي متحولينه كدوله وكغرف تجاريه. فده لوحده ده خصم، غير ان انا باخد مباشره من المنتج وبتفادى سلاسل الامداد المختلفه. النصيحه يمكن للاسره المصريه للي مش هيروح المنفذ، رغم ان احنا عاملين احنا دلوقتي تجاوزنا 350 منفذ رئيسي غير الشوادر غير المنافذ المتجوله. يعني احنا كان عندنا اول امبارح في مرسى مطروح بنطوف القرى والنجوع، نفس القصه في الصعيد. النصيحه يمكن للاسر المصريه ايوه حاجتين، ودي قرار طلع من رئيس الوزراء في اخر ديسمبر وطلبنا منه مهله اسبوعين عشان نوعي التجار، وهو اعلان الاسعار. انا ما يهمنيش معلنه ازاي، تتلزق بستيكر على علبه، يتحط ورقه متنيه على الرف، بس السعر يبقى معلن، وده التزام للتجار وحق للمستهلك. انا هبص على ماركه واثنين وثلاثه هشتري الارخص، الاثنين التانيين غصب عنهم هيفقدوا السوق بتاعهم، هيضطروا ينزلوا بالسعر. زي ما بروح اشتري هدوم انا ببص على بدلين. يعني انا يعني حضرتك قصدك انه لو الاسعار دي فضلت موجوده في اهلا رمضان او لما رمضان يخلص يكون موجود المشروع نفس المشروع بمسمى مختلف، ده هيفرض على التجار ان هم يقللوا الاسعار؟ هو انا لو بقال فاتح قدام منفذ من بتوع اهلا رمضان هيضطر يعرض بنفس السعر والا يعني خلاص؟ ايوه البقال اللي ورايا انا سحبت منه الزباين هيبتدي ينزل بسعره، هو ليه اثر على السوق كله. بس المواطن عليه دور في الحته دي، المواطن لازم الاول يبص على ماركه واثنين وثلاثه ويشتري، يدور على ارخص سعر فين يعني ويروح يجيب منه. ونفس القصه يبص على محل واثنين وثلاثه والمحل اللي بيلاقيه غالي بغض النظر سبب الغلو بتاعه، يعني ما تفرقش معايا بيغلي ليه، هيفقد الزباين بتوعه هيضطر ينزل باسعاره. المواطن هو اقوى حلقه في سلاسل الامداد وسلاسل التداول. ما ساعات الناس بقى ما بتفكرش كده، وكمان ما هي بتستسهل، الناس كلها بتستسهل فاهم يعني هو البقالي التاني على نص الشارع. انا عايزه اقول لحضرتك بقى يعني انه الطبقه الفقيره بتدور دايما على فين الارخص، انا الطبقه المتوسطه انا شايفاها مظلومه جدا لان هي ساعات برضو بتشوف ايه القريب منها وخلاص وبتجيب، فلكن اعتقد ان لازم يكون في سياسه مختلفه الفتره الجايه. المفروض ان احنا نغير النمط الشرائي، يعني احنا مثلا احد الدول القليله في العالم اللي بتشتري بالكيلو لحد النهارده. حضرتك لو رحت اي دوله متقدمه هتلاقي انا النهارده اسره انا ومراتي وطفلين هروح اشتري اربع برتقانات اربع موزات اوزنهم ادفع ثمنهم. احنا بنشتري بالكيلو وبالتالي بجيب كميه يا اما انا مش محتاجها فهضطر اكلها قبل ما تبوظ يبقى زودت استهلاكي بدون مناسبه وزودت تكاليفي، يا اما هبوظ وهرميها. وبالتالي اسلوب الشراء احنا في مبادره جديده شغالين عليها بنخطط لها دلوقتي، وهي احلال الموازين اللي بالسنجل اللي بالكيلو او اثنين او خمسه دهيت بالميزان اللي هتشتري بالجرام. وبالتالي انا بشتري الكميه اللي انا محتاجها فقط بالجرام بقى أو بالقطعه بقى، لو في حاجه تانية ممكن تبقى بالقطعه، ولكن ساعات برضه الشعب المصري يمكن مش واخد على الموضوع ده قوي، يعني هو زي ما حضرتك قلت الشعوب كلها مش الشعب المصري بس، التغيير صعب وما بنحبوش، ولكن في حاجه ما بنحبهاش اكتر ان انا ما عنديش القدره الماليه، وبالتالي انا مضطر ان انا اغير في نمط استهلاكي
بما يتناسب مع القدرة الشرائية اللي موجودة. ودور الأرخص فين؟ وده اللي احنا بنقوله دلوقتي. الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أنا بشكرك جدا على المداخلة وعلى المعلومات المهمة. طيب هو المهم ايه في الموضوع ده؟ في غلاء، في غلاء، الناس بتشتكي. انا دلوقتي حتى لما بروح سوبر ماركت فعلا بقيت اتخض من الاسعار، مخضوضه من الاسعار. طيب احنا ايجابيين او عايزين نكون ايجابيين، في بديل؟ في بديل موجود، بديل يا اهل الخير، موجود بديل، موجود دلوقتي منافذ بيع لاهلا رمضان، فيها كل المنتجات، فيها فراخ، فيها لحمه، فيها رز، فيها سكر، فيها دقيق، فيها كل حاجه، فيها بيض، فيها كل حاجه اقدر اجيبها بسعر ارخص كتير غير المنافذ اللي موجوده حواليا اللي ممكن يكون سعرها غالي. الدور ده بقى دور مين؟ انا شايفه ان هو دور الست. احنا اللي دايما بندور ايه الارخص، احنا اللي دايما بنشوف ايه اللي حوالينا ممكن اجيبه بسعر ارخص بشكل كبير. وده الموضوع، موضوع انا شايفاه موضوع ستات اكتر منه موضوع رجاله. احنا بنعرف نتصرف وبنعرف في الرخيص فين ونروح ان احنا نقدر نشتريه، فما نستسهلش. انا شايفه ان مشروع اهلا رمضان ده مشروع ناجح جدا جدا جدا، اتمنى ان هو يكون موجود طول السنه. مش مهم يبقى اسمه اهلا رمضان، اسمه اهلا وسهلا، اسمه اي حاجه، يكون موجود طول السنه، لان انا شايفه انه ده لو موجود وبيعرض كل السلع دي بسعر قليل وبسعر رخيص هيجبر كل التجار اللي حواليه ان هو يبيعوا بنفس السعر، والا مش هيبيع لان بقى فيه بديل تاني دلوقتي. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تدوروا عليه ويكون سهل وقريب من